وهي في جزئية سألت مدري أحب أسألكم يعني بالنهاية قالت وجبة صحية تشبعها إيه شنو تنصحونها يعني أحمد أو أنواع؟ طبعا هي على حسب نوع الأكل اللي قاعد تأكله يعني هي تقول أي وجبة تكون حل للجوع. نفس ما قال الدكتور نوهت عن نقطة مهمة جدا الحوامل يخافون من الوزن اوريدي راح يزيد الوزن لكن بقدر الامكان احتياجي راح يزيد تقريبا 400 300 سعر حرارية باليوم فمو مشكلة اذا زدت الاكل كنوعية وككمية شوي تناسبك تناسب جنينك الموجود وتشبع يعني انت قاعد تاكلين عن اثنين انت جميل وخاصة هم النوعين مثل ما ذكرت نوع والسوائل طبعا اللي ذكرتها الدكتورة اللي هو ماي مع الليمون هذا ما تحب تشرب الماي يعني تخلطه لازم ما تحاتي انه خصوصا المرأة الحامل تقريبا من 10 ل 12 كيلو لازم تكون زايدة بوزنها وهذا شيء طبيعي اذا الواحد يزيد وزنه وطبعا كمية الأكل لازم تزيد لأن احتياجها قاعد يزيد نعم ولا يفكر عن حوامل أي يعني وصلوا الفكرة لا تفكرون تسوون نظام رجيم قاسي فترة وايد يجونا نسألهم السؤال زايدة وأقشجم أنا حامل بالشهر الثالث والرابع هني نحاول قدر الإمكان نوخر فكرة أن يتبعون نظام رجيم لما يولدون بالسلامة إن شاء الله وبعدها بفترة نقدر يتبعون رجيم بس كما تخصص بالرياضة تنصحهم بالرياضة الرياضة إيه أخذ فترة الحمل أخذ فترة الحمل نعم أكيد إحنا طبعاً من جملة إجابتكم نستطيع أن نعرف معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة شفاكم يعني إحنا كنا نعرف القول ونسمع بس الحين عرفنا أكثر أنه هو بركة أيضاً في الصحة وفي التغذية والعمل أيضاً صحيح؟ أوكي مشاهدينا الكرام طبعاً إحنا نحب نذكر أنه بعد شوي راح يعد لنا الشيف جورج من معهد دسمان للسكري شوربة عدس بطريقة صحية تخيلوا شوربة عدس طريقة صحية يمكن في مشاهد يتساءل يقول هل هناك طريقة صحية غير اللي نعرفها طبعا لإعداد شوربة العدس الكويتية الجواب طبعا راح نعرفه بعد شوي أنا بس أحب أتأكد من المخرج سعود موجود ذاهب معنا الشيف أوكي أستأذنكم ضيوف الكرام للانتقال إلى الشيف جورج نصر من معهد دسمان للسكري ونتعرف معه على كيفية إعداد شوربة العدس بطريقة صحية صباح الخير شيف جورج صباح الخير ورود صباح الخير مشاهدينا رمضان كريم للجميع اليوم معنا عنا شوربة عدس بالحامض هي وصفة لبنانية مكونات تبعها سلق ورق سلق أخضر مصنوع خشن عدس عريض أصفر هذا كوب وتلت بطاطا حجم وسط مقطعة مربعات مقطعة مربعات بقشرة قطعت مربعات بقشرة ليه لحتى نستفيد من الألياف وعند الألية بصل مفروم ناعم كزبرة خضرة مفرومة ثوم ناعم وزيت زيتون ملعقتين عصير ليمون تقريبا شي نص كوب ها هي المكونات أكيد رشة ملح والملح إذا بدي استعمل ملح بستعمل ملح لو صوديوم هون عندي مي حطيت مي على النار قبل لنسرع عملية الطبخ سخنناها أول شيء العدس بننقيه منيح من السوايد من إذا في شي أوساخ بعدين بنغسله بنحطه بالمي بنصفيه أكيد من المي ونرجع نحطه بنخليه تقريبا يغلي ليستوي ثلاث أرباع استوى نفس الوقت راح اجرب اعمل الاليه هلا راح احط زيت زيتون اذا بتلاحظوا زيت زيتون ما كترت كثير ملعقتين زيت زيتون لكل الطبخه والطبخه هذه تقريبا بتعطي لسبع اشخاص زيت الزيتون هو مفيد بس كمان كترته بتنفح السمنه فانتبه على الكميات
هلا بدنا نقلي البصل. ننطر شوي ليتقلى البصل ليشقر شوي، بعدين بنضيف الثوم. الثوم بنحطه بعدين لحتى لانه الثوم دغري بياخذ لون. لكن انا كنت حاطط قبل ماي سخنه لحتى يسرع عمليه السلق تبع العدس. العدس بده يستوى في يعني 10 دقائق بس يستوي ثلاث ارباع استوى، بعدين بنضيف عليه البطاطا. بنحط البطاطا هلا وماي استخدمت تقريبا لترين ماي للشوربه. نقلي البصل. الشوربة سهلة خفيفة كثير منيحة مفيدة. فيها ألياف وفيتامينز. ألياف جيتنا من البطاطا خاصة العدس، القشرة تبع العدس كلها ألياف. فيها صوص بروتينين نفس الوقت كربوهيدرات. نحط الثوم. هذا ثوم ناعم تقريبا في فصين او ثلاثة، اثنين ثلاثة فص. نحرك منيح لحتى ما تلزق البصلة. إذا بتلاحظوا شوفوا الزيت ما انكثر الزيت، عادة البصلة العادية بكثر الزيت أكثر من هيك. فنخفف الزيت قد ما فيه لأنه الزيت صحيح كان زيت عادي أو زيت ثاني بنصير، بس زيت الزيتون هو مفيد أحسن من الزيت الثاني. فبرضه خفف زيت الزيتون. بيت الخبرة هلا ونلبن مع بعض. كان وصفة كثير سهلة وبسيطة، عدس وبطاطا وسلق. السلق بيستعملوا أخضر، ورق خشن بيستعملوا. طقت البطاطا، نضل البطاطا هلا. احنا شايفين بطاطا، هذا راس واحد بطاطا، ما كثر كثير بطاطا، راس واحد. قطعته بأسره، أكيد بننظف البطاطا منيح، ننظف البطاطا منيح، ونقطعها بأسره، لحتى نستفيد من الألياف. هالقلية تقريبا خلصت، خليها شوي على نار خفيفة. هون عنا هلا العدس مع البطاطا. رح نتركهم ليغلوا شوي، بس تغلي يستوي شوي البطاطا بنسقط السلق. اخر شيء رح نسقط القلية. رح احط تحت القلية هلا احطها على جنب. استخدمنا كمان عصير الليمون مثل ما قلت. عصير الليمون غني منيح بالفيتامين سي. بس عصير الليمون بنضيفهم اخر شيء مع القلية. بحطها تحت القلية، خلصت القلية. بخليها على جنب، اخر شيء بحطها.
كان هلا منتظر تقريبا في 10 دقائق ربع ساعة لحتى نرجع نسقط ورق السلق. رح نضيف السلق هلا كان سلق أخضر قطعناه حتى ما تضلع، هذا سلق كويكي رح نضيفهم بدهم في 10 دقائق تكون استوت كلها مع بعضها طبطة نحركها شوي. السلق مفيد مثل ما قلت في فيتامينز والياف كمان، لكن ننطر هلا 10 دقائق بعدين نضيف القلية مع الحامض عصير الليمون، لكن هلا رح نضيف القلية بصل مع الثوم والكزبرة مبدئيا تستوي هالقلية نضيفها نحركها. كان استعملنا السلق، السلق بلبنان بنستعمله بالشتا كثير وبالشوربات، بس فينا نستعمله كمان السلق ورق السلق اذا بتعرفوا مثل ورق عنب، بنستعمل بمحشي سلق بسموها، بنحط رز مع حشوة طماطم بقدونس وعصير ليمون ورز المصري الصغير، بنلفهم بنستعملهم كمحشي سلق كيف ورق عنب نفس الشيء. كمان بنستعمل السلق كشوربة، شوربة عدس بتعمل بنسميها، هي عدس الليمون عصير الليمون. هلا رح نضيف عصير الليمون فريش، اكيد فريش احلى ما يكون اصطناعي، ورشة ملح تقريبا نص ملعقة، ما بنكتر ملح، وإذا بستعمل ملح بستعمل الملح اللو صوديوم، لأنه الملح بيعلي الضغط كمان خاصة مرضى السكري، فبستعمل ملح لو صوديوم. فهي الطبقة مبدئيا خلصت. رح نسكبها هلا كثيرا، انتبه لانه سخنة كثير. ريحتها طيبة، ريحة الكزبرة طالعة. شوربة مغذية وصحية. مبدئيا هذه الوصفة لسبع أشخاص. ننتبه كثير على البورشن، ما نكثر كثير كمان. رح نرش عليها رشة كزبرة، ورق كزبرة أخضر بس فور جارنش. بنحط على جنب إذا بدكم شرحة عصير ليمون. وألف صحتين، رمضان كريم.